you mm -hmm. بلا قيود، لقاءات واتفاقيات تعقد بشكل متسارع في السودان، ومع ذلك لا يبدو ان المشهد سيتكشف على انفراج سياسي للازمه التي لا تبدو انها ازمه النظام بقدر ما هي ازمه المعارضه. اسال الصادق المهدي رئيس حزب الامه عن موقفه من الحوار الوطني ومن الانتخابات المرتقبه وهل الفرصه متاحه للمعارضه الان لتوحد صفوفها بقرار قد يكون هو الفيصل في قطع مسار ناهز ربع قرن من تاريخ السودان السياسي. المهدي اهلا بك معنا في بلا قيود عمر حسن البشير اعلن نيته ترشح للانتخابات في العام المقبل في ابريل من العام 2015 اعلنتم مواقف كثيره في حزب الامه ايضا وفي الجبهه الثوريه برفض هذا الترشيح هل الموقف اليوم معناه فعلا انكم ستقاطعون هذه الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم اولا النظام السوداني لم يكن اصلا يقبل فكره حوار مع القوى المعارضه وكان يقول لا نفاوض الا حمله السلاح ولكن هناك ثلاثه عوامل جعلت النظام يتبنى فكره الحوار اولا لانه يواجه حربا اهليه متعدده الجبهات ثانيا لانه يواجه ازمه اقتصاديه طاحنه. وثالثا لانه يواجه عزله دوليه. عندما طرح فكره الحوار من اجل اتفاق قبلناها ولكنه اظهر تصرفا يعني انه ليس جادا في هذا الحوار لانه اصر ان يكون الحوار برئاسة الحك... حزب الحاكم وثانيا لأنه منع حرية الكلام لدى أمثالنا من المعارضين لذلك نحن قلنا إن للحوار استحقاقات هذه الاستحقاقات تقتضي أولا أن يكون الحوار شاملا لا يعزل أحدا ولا يهيمن عليه احد طيب قبل ان نفصل في مساله الحوار اريد ان تجيبني عن التساؤل، يعني موضوع ترشح البشير هل هو المحرك الاساسي لكم لرفض الذهاب للحوار؟ هل تعتبرون انه يعني الضربه القاضيه لفكره الحوار؟ ام ان مساله ترشح البشير شيء؟ ومسألة جدية النظام من عدمها في الحوار شيء آخر لا أريد أن أركز على نقطة واحدة كنت حاولت أن أرد, أرد عليك بأن الحوار عنده استحقاقات أن يكون شاملا وأن يربط ما بين الحوكمة والسلام وأن تتوافر الحريات م. للحوار لأنه لا معنى لحوار بدون حريات طيب. مضي النظام في انتخابات بالصورة الحالية نحن نسميها انتطبخات وليست انتخابات لأن الانتخابات تعني نزاهة أن يشرف عليها أن تشرف عليها جهة مستقلة الحكومة الحالية أجرت انتخابات بهذا المعنى انت, انت طبخات في عام 2010 وكانت في يد الحكومه كل شيء المؤسسات الدوله اموال الدوله اعلام الدوله الى اخره بالاضافه الى تزوير هناك من يقول ما الذي تغير؟ يعني الطريقه التي يعمل بها النظام منذ مجيئه الى السلطه وحتى اليوم هي نفسها انتم مددتم يدكم للحوار اكثر من مره وكما قلت يعني في اماكن كثيره رفض الحوار معكم او انتم بمحل من بمحل ما تراجعتم عن فكره الحوار لانه لم تشعروا ان هناك من يريد فعلا الحوار معكم. اليوم ما الذي تغير حتى تعتقد ان النظام يمكن فرض شروط عليه قد تاتي به الى طاوله الحوار. اصلا فكره الحوار نفسها اتت من ان النظام يظهر يظهر بانه مضغوط ضغط على النظام اوضحت لك ان هناك عوامل عوامل تعدد جبهات القتال كذلك الحاله الاقتصاديه كذلك العزله الدوليه هي التي اقنعت النظام ان يفتح باب الحوار وعندما فتح باب الحوار قلنا هناك استحقاقات لهذا الحوار ان يكون برئاسه محايده وان تكون تتوافر الحريات وان يربط ما بين الحوكمه والسلام. اما اجراء انتخابات في ظل حكومه تحتكر السلطه وحزبها يسيطر على كل اجهزه الدوله ويستخدم مال الدوله والاعلام القومي وكل هذه العوامل كما يستاسر ب هذا هذه السيطرة على العملية الانتخابية ده مرفوض لأنه سيكرر ما حدث عام 2010 ماذا يعني مرفوض؟ يعني ستقاطعون الانتخابات؟ أيوه أيوه, أيوة. هل لكم أي قدرة؟ إن قلتم اليوم نحن سنقاطع الانتخابات، هل هذا سيثني النظام عن إجراء هذه الانتخابات قد لا يثني النظام عن إجراء الانتخابات ولكن يمنع الانتخاب النظام من أن يتخذ من الانتخابات الشرعية سيجعل الانتخابات انتخابات الحزب الواحد لدعم سياساته فقط ليست الحزب الواحد هناك أحزاب أخرى قد, أحزاب قد تأتي معه أو قد تدخل معه في هذه الانتخابات أحزاب شكلية لا وجود لها في الحقيقة الحقيقه ان الحزب الواحد المسيطر هو حزب المؤتمر الوطني كذلك لا شك نحن ندرك ان استمرار الرئيس البشير في السلطه ده يعرض السودان لعقوبات اساسيه اهم هذه العقوبات انه لا يسمح للسودان ان يكون شريكا في عمليه اعفاء الدين العام وهو دين كبير 48 مليار دولار. لا يسمح للسودان ان يكون شريك في المطالبه برفع العقوبات. لا يسمح للسودان المطالبه باستمرار الدعم التنموي الاوروبي. كذلك القياده السودانيه لا تستطيع ان تتحرك في البلدان التي فيها سياده حكم القانون ومع ذلك ورغم حتى وجود مذكره المحكمه الجنايات الدوليه لم يخرج احد ليقول للبشير لي عليك ان ترحل من هذه لا من لا هذه لا الدول من ذلك. بالتالي هناك من يقول عكس ما تقولون انه لا الدول ليست منزعجه من وجود البشير في على راس السلطه في السودان هو يؤمن لها حاله معينه قد تستطيع إدانة أشياء كثيرة ولكن وجوده على رأس السلطة ليس أمرا مزعجا بالنسبة لا يا سيدتي، هذا غير صحيح. الرئيس الحالي لا يأتي وفد يزور السودان دولي ويقابله، يقابلون كل من دونه ولا يقابلونه. لا يستطيع أن يذهب إلى أي بلد فيها سيادة حكم القانون. السودان معاق لوجود الرئيس يقف هذا الموقف من المحكمه الجنائيه كما قد سمعت الرئيس الكيني قال انا قبلت ان اذهب للمحكمه حتى لا يعاقب الشعب الكيني من ناحيه مطالبه المحكمه الجنائيه بمحاكمته هذا يعني ان الشخص الذي لا يذهب حتى اذا لم يحكم عليه بلاده تدفع ثمنا. طيب. ثمنا غاليا. مع ذلك، مع ذلك لم تستطيعوا تشكيل قوة ضغط كافية لإزاحته من السلطة. من أين يستمد البشير عناصر قوته ووجوده في السلطة؟ طبعا الدولة الحديثة عندها إمكانات قهرية كثيرة. ولكن ما معنى سلطة ليست لها شرعية وطنية؟ وليست لها شرعيه دوليه وهي محاصره وتشعر بهذا الحصار، ما معنى الاستمرار؟ في الواقع الضغط الذي صار متصاعدا منذ اعلان باريس، اعلان باريس حقق تطورا مهما في السياسه السودانيه، لانه اولا خلق توازن قوى جديد ما بين قوى المركز وقوى الهامش ثانيا لأننا اتفقنا على أن السعي لتغيير النظام بالقوة غير وارد مما يعني قاعدة أكبر هذه نظرياتكم أنتم أو نظريتك في حزب وصار هذه... متفق عليها بموجب لا لأنه الأحزاب الأخرى يعني بموجب لم هذا يعني لم يكن هذا هو أساسا بموجب إعلام باريس اللي هو إضافة إعلام باريس أضاف إلى موقفنا موقف آخرين الذي يقال إنك يعني لعبت دور وسيط ربما بين الجبهة الثورية وبين النظام من أجل أن تجلب يا جماعة الجبهة الثورية يا إلى اتفاق أبابا وبعد ذلك. يا يعني لهذا كان اتفاق. باريس. يا سيدتي إعلام باريس رفضته الحكومة السودانية كيف يكون وسيط؟ انا اصيل انا اللي دعوت لهذا الموضوع في بس خرج منه القبول بمبدا الحوار لا او القبول بمبدا لا السلميه لا ما ده موقفنا اصلا موقفنا انه يكون في نظام جديد بوسائل سياسيه رفضها النظام ولكن نحن استطعنا ان نتفق نحن والجبهه السوريه على هذه النقطه كذلك نحن استطعنا ان نتفق مع الجبهه السوريه على مبدا مهم وهو أن يكون الحل لمستقبل السودان في وحدة السودان وليس تقرير مصير للسودان طيب يقال أنكم تقدمون تنازلات مجانية لا تضع النظام تحت ضغط بمعنى أنك تقول له أنا لن أحاربك أنا لن أقسم البلد أنا لن أفعل أي شيء فقط أرجوك تعال إلى الحوار ويقول لماذا آتي إلى الحوار؟ يا سيدتي هذا كلام غير صحيح القوة الناعمة هي التي أسقطت الاتحاد السوفيتي القوة الناعمة هي التي أتت بالتغيير في جنوب أفريقيا القوة الناعمة هي التي أتت بالتغيير في أمريكا اللاتينية نحن نعتقد أن القوة الناعمة ذات فاعلية كبيرة جدا بالعكس نعتقد أن التلويح بالسلاح يزيد من السند للنظام هل تعتقد ان القوه الناعمه فعليا تستطيع ان تقلب او يعني تتخلص من نظام خاض حرب لسنوات طويله وشرسه مع الجنوب خاض حروب كثيره مع كل جبهات التمرد من النيل الازرق الى دارفور الى غيرها هل فعلا القوه الناعمه بقدرتها اذا اضعفته وهو الشيء الذي ادى الى انه عرض الحل السياسي والاتفاق الحوار يعني انت مقتنع بهذا أنا العرض مقتنع بان القوه الناعمه تحقق أهداف كما قلت لك حققت أهداف في الاتحاد السوفيتي في جنوب أفريقيا حققت أهداف كبيرة أهم من هذا يا سيدة أننا الآن في موقف مختلف حصل توازن قوة جديد لم يكن موجود كنا نحن والجبهة الثورية مختلفين الآن اتفقنا وتراكمت معنا قوة كثيرة جدا تدعم إعلان باريس ثانيا الان الاتحاد الاوروبي ونعتقد ان هناك حركه كبيره جدا دوليه تدعم هذا التوجه ولذلك نعتقد توجه الحوار تقصد توجه الحوار باستحقاقاته طب ما ماذا لو كان فعلا هو يطرح فكره الحوار من اجل تمرير هذه المرحله على خير ان تمر مرحله الانتخابات وبعدها يعني تعود الامور كما كانت عليه في السابق. انتخابات بدون استحقاقاتها لا معنى لها. هي كما قلت لك انت طبخات مش انتخابات. شيء لا معنى له مثل الانتخابات التي كانت وما زالت زمان تجرى في دول الشرق الاوسط. ليس ليس لها اي معنى ولا تغير من الامر شيء. الحقيقه اننا نعتقد ان الذي حدث الان فيه تطور كبير للحركه السياسيه السودانيه وسوف يؤدي الى وحده وطنيه كبيره جدا تشكل هي الضغط اذا كنتم مقتنعون ان النظام فعليا اليوم بمرحله يحتاج فيها الى الحوار وهو بمرحله كما قلت محاصر ويحتاج الى الشرعيه التي ستمدونه بها لماذا لم تستطيعوا اقناعه بتاجيل الانتخابات كما كان مطروح يعني مرحله انتقاليه تاتي بعد انتخابات لتنفذ مخرجات الحوار على كل حال هذا مطلب ولكن حتى اذا لم يستجب له واجرى انتخابات ستكون انتخابات فارغه لا معنى لها ما هو زي ما انت تعلمين هناك انتخابات كثيره جدا اجريت في الشرق الاوسط وبعدها اتت ثورات الربيع انتخابات دون ان تكون متفق عليها ونزيها وتؤدي الى شرعيه حقيقيه لا معنى لها بس هذا يعني انت تستند الى امثله مختلفه عن السودان يعني كل الامثله التي ذكرتها لا تشبه الحاله السودانيه السودانيون خرجوا في مكان ما الى الشارع وطالبوا ب باصلاحات اقتصاديه وبعدها وصلت الامور الى حتى المطالبه باسقاط نظام لم يفلحوا بذلك لا حتى المطالبه باسقاط نظام لم يفلحوا بذلك لم تتحرك اي مؤسسه من مؤسس. انت تعلمين ان ما حدث في مصر مثلا قبل ثوره 25 يناير 3000 احتجاج ثم تراكمت وادت الى الثوره عدم النجاح في مرحله لا يعني عدم النجاح مطلقا هل المؤسسه العسكريه مثلا في السودان ستقف الى جانبكم في مرحله ما؟ لا ندري ولكن المؤسسه العسكريه الان غاضبه جدا لانهم اتوا بشيء سمي قوات الدعم السريع، قوات الدعم السريع قوات قبليه ولا تتحرك تحت إمرة القوات المسلحة ولذلك قبل أيام استقال خمسين ضابط احتجاجا على هذه الظاهرة القوات المسلحة السودانية غير راضية عن حفظ الأمن عن طريق قوات قبلية تابعة لجهاز الأمن وليست تابعة وهل هذه الاستقالات يعني ستجعل عمر البشير يخاف يرتجل؟ يا سيد هذه مسائل تتراكم م. مش حدث واحد. طب من هي المؤسسة اليوم أو الجهة في البلد التي تستطيع أن تشكل ثقلا إلى جانبكم يجعل البشير في مكان يشعر أنه إما أن يتنازل فعلياً إما أن يمنح. المطالب التي تطالبون بها او ان حكمه سيكون مهددا بشكل كل هذا بشكل وارد السيد دي كلارك في جنوب افريقيا كان يعارض يعارض يقاوم يقاوم ان يستطيع ان يستقر في حكمه فاستجاب وحدث الاتفاق الكوديسه الذي ادى الى تغيير الاوضاع في جنوب افريقيا نحن نعتقد هذه المسائل متراكمه وتذهب خطوه الى خطوه خطوه كان الاسره الدوليه تبارك الاتفاقات الثنائيه التي عقد النظام. كانت الاسره الدوليه ترى ان في وقف اطلاق النار والاتفاقات الثنائيه شيء مقبول. م. الان الاتحاد الاوروبي في اجتماع وزاري في 12 اكتوبر الماضي اصدر قرار بمعنى نحن نؤيد في السودان نحن نؤيد في السودان عمليه تؤدي الى سلام عادل شامل وليس ثنائيا وعمليه في السودان تؤدي الى تحول ديمقراطي وليس شكلي بس هنا الفكره هذه فكره الاتحاد الاوروبي فكرتك انت سيد صادق المهدي تتحدث عن عمليا صادق المهدي تتحدث عن عمليا البناء على هذا النظام وليس نسف النظام مم. وبناء مم. من جديد وهذا مم. يختلف في شكل من الاشكال مع يعني مع الجبهه الثوريه التي تريد تغيير مم. النظام بشكل كامل يا سيدتي انا عايز نظام جديد مم. بس مش بوسائل العنف لانه اقول مش بوسائل العنف لأنه أقول وهذا ما اقتنعت به الجبهة السورية أقول تغيير نظام بالعنف إما أن ينجح أو يفشل إذا فشل سيكون السيناريو السوري وإذا نجح سيكون ديكتاتورية ثانية لذلك نحن نريد أن يكون التغيير بوسائل سياسية وليس بوسيلة العنف الجبهة السورية وافقت معنا على هذا وأصدرنا بموجب ذلك إعلام باريس اعلام باريس يقول تغيير النظام بوسائل سياسيه وليس بوسيله العنف م. ودون اللجوء لتقرير المصير وادخلنا معاني جديده انه ينبغي ان يكون هناك دور للجامعه العربيه اسوه بالاتحاد الافريقي وان يكون دور لمصر اسوه بجيراننا في القرن الافريقي لماذا؟ بجيراننا في القرن الافريقي حتى يكون جيراننا ايضا مشتركين في التطور الذي يحدث في السودان. يعني القضيه هي ان هناك ضغوط الا يفتح هذا الباب على جميع انواع التدخلات؟ يعني انتم بيدكم تفتحون ابواب يا البلاد على سيد... على تدخلات خارجيه يا سيدة عربيه كان هذا غير النظام أن إحنا كنا في السلطه وعندما كنا في السلطه لم ندخل اي جهه اجنبيه للبحث عن السلام. هذا النظام كل اتفاقياته اتفاقيه السلام الشامل واتفاقيه الدوحه واتفاقيه ابوجه واتفاقيه أسمرة واتفاقية أبي أجو أبو أدي سبابة كلها خارج السودان هو الذي هذا النظام هو الذي أدخل العناصر الخارجية ولكن نحن لا نريد إدخال العناصر الخارجية م. نحن نريد أن نقول هناك مطلب شعبي سوداني تتحد حوله القوى السياسية السودانية المدنية والسياسية والحاملة للسلاح م. حضرتك تتحدث عن الدولة بمرجعية إسلامية لا تنكر المرجعيه الاسلاميه او الشكل الطابع الاسلامي للدوله، هناك اطراف اخرى لا تريد المرجعيه الاسلاميه على سبيل المثال يا سيدة ملاك الان فكره المرجعيه الاسلاميه انواع في مرجعيه اسلاميه داعشيه وفي مرجعيه اسلاميه اخوانيه وفي مرجعيه اسلاميه تونسيه المرجعيه الاسلاميه مختلفه نحن ننادي بانه لا يمكن ابعاد الاسلام ولكن يجب أن يعترف التوجه الإسلامي بالمساواة في المواطنة بحقوق الإنسان بالحريات الدينية وهكذا هل تعتقد أن الإخوان المسلمين اليوم بالنظر إلى تجربتهم في المنطقة يقبلون فكرة الشراكة؟ يا سيدتي الإخوانية الآن تجاوز الزمن لانها فشلت في مصر وفشلت في السودان. التجربه السودانيه ذات مرجعيه اخوانيه فاشله وما حدث في مصر في عام كانت تجربه اخوانيه فاشله ولكن هناك الان في الساحه طرح اسلامي اما داعشي جهادي اما مدني اي يقبل التعدديه ويقبل المساواه في المواطنه. هذا ما ندعو له. ونعتقد ان هذا هو صاحب المستقبل كما قلت لك حتى الان نحن وزملاؤنا نريد ان نتفق على ميثاق للمستقبل وهذه افكارنا في هذا ولكن نقبل افكار الاخرين لنصل للمستقبل السوداني الذي سياتي بتجربه فيها من يطالب بالاسلام يطالب به ضمن قبول التعدديه والدولة المدنية طيب بس هناك أيضا من يرى وهذا رأينا ربما في عودة التقارب بين حسن الترابي وعمر البشير في الفترة الأخيرة بأن السودان اليوم هو المعقل الأخير للإخوان المسلمين في المنطقة ويجب المحافظة على هذا المعقل بأي شكل من الأشكال وبالتالي أي طروحات من هذا النوع ستقابل يعني إما بالالتفاف عليها أو برفضها لأنه يعني هم معنيون بالحفاظ على هذه التجربة إذا كانوا هم كما تقولين سيحافظون على التجربه هذا معناه المحافظه على تجربه فاشله اذا كان اتفاق الطرفين في السودان سيكون لاستمرار القهر للسودانيين وللاستمرار في تجربه اخوانيه انا اقول لك اذا كان هذا هو الامر هذه حركه للاضعاف وليست للتقويه م. لانه الان لا يخيفكم هذا الامر؟ لا ابدا بالعكس كما قلت لك الان التجربه الاخوانيه تواجه الاتي فشل في مصر فشل في السودان فشل في تونس لانه حصلت مراجعه اساسيه هناك فشل في غزه لان هناك الان اتفاق ما بين حماس وفتح يسير في اتجاه التراضي والتخلي عن فكره اخوانيه فشل في ليبيا، فشل في ليبيا، لأن الوضع في ليبيا الآن أيضا يسير في اتجاه دعم الشرعية كما تنطلق من طبرق. إذا كان زي كما ترين أو تقولين ما يحدث في السودان سيكون معقّل. ل تجربة إخوانية هذا سيكون أيضا هدف لكل هؤلاء ضده فهذا إضعاف وليس تقوية طيب بعد كل الاتهامات التي كنتم تكيلونها لهذا النظام خلال السنوات الماضية من فساد إلى قمع حريات إلى ارتكاب جرائم إبادة إلى إفقار البلد إلى كل ذلك هل ترضون اليوم بالشراكة معه؟ لا نرضى بالشراكه معه، احنا ما نتكلم عن شراكه معه، من م. اين جاء هذه الفكره؟ نحن نقول نريد شيئا مثل ما حدث في جنوب افريقيا. اليه الكوديسا وهي ان نتفق على وضع فيه اللجوء للشعب السوداني بحريه ليختار من يحكمه. م. يعني انت تعتقد ان النظام سوف ياتي الى الحوار برجليه ليتنازل عن السلطه طواعيه. يا سيدتي هو الان كما قلت لك هو الان محاصر واستمراره في الوضع الحالي اذا كان كما ترين هو سيكون معقل للاخوان المسلمين سيكون اكثر استهداف للاخرين كما ان الاخطاء التي ارتكبها الان ادت الى انفجارات من داخل الحزب الحاكم وداخل النظام ضده باعتبار ان الفشل له يعني كثيرين من من يتخلوا عنه فالنقطة نحن لا نعتقد أن النظام سيقبل هذه الخطوات دون أن يدرك أن البديل لها أسوأ منها نحن لا نطالب بشيء أكثر من ما حدث في جنوب أفريقيا وهو مائدة مستديرة لتقيم حكم متفق عليه لا يعزل أحد ولا يسيطر عليه أحد كحكم انتقالي ثم توافر الحريات ثم انتخابات عامة حرة حينئذ يستطيع هم إذا كانت عندهم أي قدرات أو إمكانات أن ينافسوا مع الآخرين سيد صادق المهدي شكرا لوجودك معنا في بلا الله يبارك فيك سيد الملك